اليوم رانا في منطقة تابعة لبلدية واد سمار، وهذه المنطقة جاية ما بين محطة المكان الجميل تاع المترو ومحطة واد سمار، ورانا نشوفوا تهيئة خارجية تاع الطريق من حيث رصيف تشجير. وجينا من قبل للمنطقة هذه عندها مدة عام، والآن الأشجار راهي كبرت شوية والرصيف راه مهيأ، يعني فيه بعض الأشغال اللي تمت حتى ولو يعني الجهة اللي ملهيه تاع الطريق مش مهيئة، يعني التريطوار عادي، لكن الجهة هذه اللي راني فيها يعتبر تم تعريض الطريق، تعريض الرصيف، فيه حوالي 2 زائد 3 فيه حوالي 5 أمتار زائد الشريط تاع النباتي اللي فيه حوالي 2 متر، إذن عندنا حوالي 7 أمتار نتاع رصيف، وهذا الشيء إيجابي مليح يعني بالنسبة للمشاة، فيه إرياحية في المشي في هذا الرصيف. ونزيد نافونسي نروح نتقدم نحو واد سمار، منطقة تاع واد سمار والرونبوان تاع وين كاين محطة نتاع المترو تاع واد سمار اللي راهي قيد الأشغال، ونوصل تما نزيد ناخذ بعض الصور. وهنا حاجة مليحة داروا هاد المحابس نتاع الأشجار، إضافة جيدة. هنا رانا منطقة كيما المركز نتاع التكوين تاع المهندسين تاع التقنيين تاع الليتام، ونشوفوا هنايا الاشجار هذه جيده، يعني الحجم نتاعها تليق بالمكان. وهنا رانا في المركز تاع التكوين المهني تاع الكهرباء، نستمر في هنا نشوف باللي الطريق مهيئ من الجانبين، هذه